كباية شو بيميزها يعني؟ ما فيك تشرب بها الشاي؟ لا بتعرفيهم شفاف نورة بس هلا هول شفاف نورة؟ بس تكون عم بتفكر بشي سرير أيها القهوة لإلي؟ لا شاي لإلك. ما بشرب شاي أنا. شد على نفسك. طيب أوكي. هو طلب شاي بقول لي ما بشرب شاي. بده يضله. كيف بدي أعذبك؟ أهلا وسهلا. أهلا فيكي. بكفي قد إيه بتعذبني بالصالون، خلينا اليوم نكون عاقلين. وأنا بفكر رأيي. شرب أحسن ما نورة تطلع تفكر. عم تفهمي علي؟ أنا ما عم بفهم على حدا بقى. أوكي. إن شاء الله أنت تكون عم تفهم علي. ميا. هاي ريتا. هاي. برات المحل اليوم. لا اليوم جاي الجمال برات المحل، بتكوني بتياب الشغل فينا نقول. طبعا عدة الشغل. ايه. بس قولي لي كيف متحملتي لنبيل؟ مجبورة. بس خليني بلش كيف متحملتي؟ مجبورة شو بدي اعمل؟ بس انا بحبه كثير. قد ايه بتتخانقوا بالدقيقة؟ ابدا. 365 مرة. كثير بتتخانقوا. لا مش بنتخانق. بتتشارع وجهات نظر مختلفة. لا ليك الحمد لله انه متفقين بوجهات النظر المهنية. بس وجهات النظر الشخصية أبدا ما بنتفق. وبيضلوا ينق علي إنه كثير بشتغل وكثير I overbook myself وأنا ما بقول لا لحدا وهو بخاف علي. بس أنت يعني إنه أنت كمان بدك تدخل بحياتك الشخصية يعني من باب الصداقة يعني بس إنه ما في حدود نبيل برا. بلا في حدود بس إنه وقت اللي أنا مثلا هي مفولة مواعيد. ايه؟ أوكي آخر شيء النق عند مين؟ آه أنت لا إنك صندوق النق. صندوق النق 100%. انتوا كيف تعرفتوا على بعض؟ كيف تعرفت عليه؟ خبر انا. في بارتي لازم انت تخبرها مش انا. انا في فتره بالمحل ما بقى عندنا ميك اب ارتست. وانا بتعرف مثل ما عندي باي سوبر يعني ميك اب نو ميك اب اذا بيشوف له شيء رمش زياده او شيء غلط بيشل الميك اب كله بقى. اوكي لنقول انه بيك سيمو مندلا وانت ميا مندلا يلي من عائله مندلا يلي اكيد الاساس سيمو بس كلها بعالم الكوافير والميك اب وهالمجالات. سو عندي انا ونبيل فريند ان كومن سو كنت ديسبرت قلت له شو رايك؟ قال لي بدي اعرفك على شخص بتنزلي لعنده. قلت له انا بدي انزل على صالون بتعرفي هون هي فاتت بنته لسيمو لعندنا ما ادري شو انا نازله اعمل ميك اب. سو انا قلت خلص انه ليتس دو ات. نزلت لعنده كان ابراش تبعه كثير مهضوم بتعرفي فايته ملبكه ما بعرفه انه اول مره بظهر من الصالون عم بعمل وهو اكيد عارف انه انت جاي بهدف تشوف الميك اب تشوف اذا لا هي بالقبل كان في نيه خبيثه بعدت بنت خلطها لعندي تعمل لها انا ميك اب حتى هي تشوف انه شاطر مش الميك اب ما بتحب الميك اب وراحت على الصالون تتعمل شعراتها. بقى رجعت من بعدها بيحكيني برنار اللي هو كان من فريند بيناتنا برنار جبور ايه بيقول لي ميا بدها تنزل تعمل ميك اب عندك بس انه مستحية وخلص مشينا يعني تفوت انه تعمل ميك اب انه بين هالزبونات. بقى وصلت ميا وكان ما في مطرح حدا يقعد قد ما مفول نهارتها. شو بعمل؟ ميا قعدت بالارض وكان في مارشميلوز حطيتهم بين اجري قلت له انا ناطرتك وبلشت اكل. سو قطع الكوران انا وياه تليباتي دغري سريعه وتش انا انصدمت وعمل لي الميك اب وطلعت بتعرفي بالمرايه قلت له انه حلو انا كثير حبيته بس انه انا ما بدي اعطيك ردت كثير انه بعدني اول مره بعرفه. قال لي حلو عمل لك؟ قلت له ايه حلو انه سامبل. ايه وصلت على الصالون بقى سالها مستر سيمو انه ميك ابك حلو اليوم وين عملتي؟ قلت له نبيل نزلت لعنده على فيردان كنت بوقتها بفيردان انا بقى انا شغله حلو هالصبي. بس قطعت من بعدها فترة لرجع اجى لعندكم. ايه كبر حاله شوي. لا ابدا لا هو طب ليك انت كنت عم تشتغل وعندك اسمك لتنقل اذا كنت بصالون او كنت لوحدك لتنقل على صالون ثاني وفاميلي بزنس صعبة كمان يعني بدل الباص عندك كذا باص يعني الفاميلي كلها فابيولا سيمو جورج بس في قطعت شيء بس نحن ما عندنا شيء اسمه باص، نحن وي ار فاميلي بس هو بعد ما بيعرف، يعني فايت على هيدا العالم كله، إيه ليه ما صعوبة. فكرت تروح وحدك؟ انه ما تكون ضمن لكن في كثير عالم بيسالوني هيدا السؤال، بس مثلا اللي بيزورني بهالمؤسسة الكبيرة فاتح على حسابه هلا هو بيناتنا فاتح على حسابه هلا لحظة شوي مش تتفقوا علي لأنه أنا السبب الوحيد بهي القعدة في شغله انه اول فتره تتشوفي قد ايه الكوران قطع كثير حلو العالم ما كانت تعرف شو الجوب ديسكريبشن بالصالون بتعرفي نحن الصالون ثلاث طوابق سو انا كون بالطابق تحت
يدق التليفون سالون سي مو مندلا بونجور اعطي موعد. طبعا فركش للمواعيد لميا لانه ما بعرف انه الصبغه بدها هالقد. ايه بيشتغل كل شيء يعني بس بتعرفي انه انا حبيت اليوم باعترافات مع ريتا اعترف لك انه يا ريت بتركز على شغلك بالمكياج. انا مركز على شغلي مش قصدك والدليل بلكي بيصير يعني انه بيتقدم شوي بتقدم شوي اوكي بس بدي خبرك شغله انه انت مثل ما عم تعترفي بهذا الشيء انه يا ريت بركز على شغلي ايه؟ يا ريت انت بتركزي معي نص ساعه انا عم بعمل لك الميك اب مش بتقضيه على التليفون وانا بصير في عندي سكوليوز بظهري وحول بعيني كرمال طلع لك مكياجك حلو. شو بدك تقول حلو؟ ما بعرف خلينا حلو؟ انت قمر بس في شوهك انا اوكي بتفق معها فيها اوكي بس مع نوره بتسترجي ما بتسترجي ابدا نوره ما حدا بيسترجي والدليل يحن الشفايف لحني هون ايه.